جات من الأربعاء من جبابرة، دوار جبابرة لبعوث الصخور. جينا أنا وداك الدري صاحبي خالد، جينا كندورو نهار الحد، طاح هنايا أنت كتشوف كلشي. من نهار الحد هو طايح غابر هنايا، كاين لا وقاية لا والو. بنادم كيبعد عا بالخلاق، حنايا ضايعين هنايا، كيقولك سير تتجبدو وعيطو لينا، هادشي اللي كاين. السلام عليكم. نهار الحد مع ديك الجوايج جوج ونص تلاتة بحال هكاك، جينا هنايا كن دورو كل حد كنجيو. هاد الحد وقعت هاد الواقعة، كي ضري كي دورك، حنا بتلاتة كنا غنمشيو فيها، حنا بتلاتة بقى داك الدري مشى، حنا بقينا، حنا مليوحين هنا في الخلا دابا. عيطنا ليهم جاو كيدورو من البعيد، خلا عيطوا لي من نسك الساعة. نهار الحد في العشية جاو، نهار الحد نهار الاثنين ضلوا مريحين رافين، جاو نهار الحد، ولكن نهار الاثنين ما دخلوش، دخلوا من اللي كيدورو في البحر اللور، بقاو الخارج. نهار دخلوا قالكم احنا فرنسا، نهار الاثنين بقاو واقفين ليه واحد كيدور هنايا معانا، كاين كاين والو، حنا ضايع لينا دري وهما ما كاين عندهم والو والو. دا الحين نهار ما نجيو حنا نبغيو نديوك شي غادي يبقاو يقولك هادي كذا، منا ما كاين لا مخزن لا وقاية لا والو، شي اللي عطى الله. السلام عليكم. خو انا خو الضحية الفن، خويا هاد الناس اصحاب الوقاية ما تعاملوا معنا لا والو ولا مزيان، ما تتعاونوش معنا نهائيا كاع، ما كاين لا معاونة لا والو. جا واحد النهار دارو مريحين نهار كامل بحاضين، حنا كنقلبو ما حاضيننا بحال هكا، ما كاين حتى شي حاجة، ما كنعيطو ما كيقلبو، ما وجاو دارو مريحين، وكنعمرو فاتيه ونعطيهم فاتيه يشربو، وهم قابلين البحر عباركين فقا كاني، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حال الناس. حنا كنمشيو حتى مشينا حتى البوزنيق على رجلينا، كنقلبو 80 واحد 70 واحد كتضل هنايا، شي منشور شي ناس برانيين جاو كيقلبو وهما والو، ما كاينش لي ما كاينش يتعاون معنا كاع، تقول لا لا جوندار لا والو، ما كاينش يتعاون معنا كاع، العاده في المخزن ما كاينش يتعاون معنا، حنا مضرورين بزاف، ربي اللي طالع بينا. حنا كنباتوا في الجامع حنايا، والوقايه ما كاينش يتعاون معنا، كندوروا لهم قلنا لهم كاين واحد الكحاله طلعت لنا، قالك عيط للمسؤولين، ما عرفناش حنا شكون هاد المسؤولين، ما عرفناهمش، وانا نعرفوا هاد المسؤولين شكون، واش اللي عطى الله واد، ما كاينش لي مسؤول على هاد الجماعه اللي مسؤول على هاد المنطقه، ما كاين لا والو، ما كاين لا مخزن لا حتى شي حاجه والو، ما كاينش. باركين كيقول شي كان شي حاجه، يقولك الوقايه تعاملت، وقايه دارت، وقايه دارت مجهوده، ما كدير لا مجهود لا والو، اكل شي راه ني عاد باركين كيدو في الفلوسه باطيله، كاين قال لك يعاونك والو، ما دخلوا للبحر لا والو، ضلوا مقردين هنا، الله واقفين هنايا حتى الصباح عاد حتى العشيه، وزادوا في حالات صافي، من تما ما تليناش ننام دابا الان. من جا مخرج الجاكيط عيطنا عليهم، قال لك واخا واخا غنجيو، ما جاو كاع دابا الان، حتى واحد ما جا والو. هاد الدول حنا ما مستافدين منها والو، حنا خويا ما غاديش نبقاو كاع نكونوا مغاربه اللي عندنا بحال هاد الحسابات. هاد الناس هادي راه بلاد الحقره وبلاد الظلم، ولاد اللي لاباس عليهم تيغرقوا عليهم، تيجيبوا الغطاسات تيتعاونوا معاهم، وحنا علاش؟ حنا ماشي ولاد هاد الدولة هادي، حنا تعرضونا لشي بلايص مني كيكونوا لينا فيهم حنا الهالك، راه ما كاين لا مغرب لا والو خويا، اكفس بلاد في العالم هي المغرب، المغرب ما فيه حتى حاجه لا امن لا والو، بلاد الحقره وما كاين حتى حاجه، الناس تيدوروا في الخلا هنايا، كتشوف الناس مليوحه، اشنو دابا حنايا، حنا اللي نغطسوا غادي نهبطوا حنا ننتحروا كاملين في هاد القنت هذا، ما عمرنا خويا لقينا شي واحد تيقلب هنايا وتعاون معانا ولا شي لعب. اليوم 6 ايام اخي ديالي حنا تنقلبوا، حتى واحد ما كيجي كيقلب معاك ولا شي حاجه، ها وكتهضر معاهم تتمشي عندهم تيقول لك واخا واخا، صافي ما تيجي حتى واحد معاهم، غتهضر حتى مع الحيط. هاد الناس راه ما كي الله هو اللي كيعلم بهم، اش غتقول لهم هاد الناس الله يهديهم، ما كاين لا ملي قلتي لهم بانت ليا شي حاجه كيقول لك انت ديما كتخايل هذيك الحاجه، ايوا شنو غنديروا؟ نبقاو جالسين هنا، الجاكيطه خرجت اليوم نفس البلاصه، 6 ايام عاد خرجت الجاكيطه يعني باقي في البلاصه، حنا بغينا نيسو باش نمشيو فحالنا، نلقاو هاد السيد ونديوه ولا يغطسوا لينا حنا نيسو ونمشيو فحالنا، صافي هادشي اللي كنطلبوا من هاد الناس، حنا ما كنطلبوش شي حاجه صعيب، كنطلبوا الناس يعاونونا في هاد البحر هذا، القنت على ما كاينه كتشير راه خطر هاد البلاصه، تا على ما كاينه خطر هاد البلاصه لا والو. ودنا هاد السيد هذا ما يستاهلش دابا هاد الموت،
وما كون يستاهل راه كاين اللي هنايا النص يستاهل الموت وكثر، ما تحتاج تقلب لي ويلي هاد السيد خاصو نقلبوا عليه. راه كاين اللي دابا كاين يمشكل هنا مشكل في هاد الدولات، هاد المسؤولين ما كاين باش نافعين هاد المغرب. والو المواطن تيجي تيتهرس بنادم فك الشركات ما كيديوهاش فيه، تي بنادم تا كله كيفاش كيطرى ليه ما كاينش. صافي هما الناس الكبار الله يهديهم هما اللي راهما لا طاح شي واحد من ولاد المسؤولين تيبدا يقلبوا عليه تيبدا يبانوا. وهاد السيد دابا ما عمر شي واحد بان سول فيه لا والو. هاد الجاكيطه ديالو خويا مشينا عيطنا ليه قلنا ليه منا لقينا الجاكيطه جيو غطسوه هنا شوفوهم ربما غيبان ملي خرجت الجاكيطه راه غادي يكون هو. وما دامش الله كاع هو خا وخا ما جاوش عندنا. وراه انا خايفين على باه دابا، باه انا بغينا نديو على البلاد ما بغاش يمشي معنا. قال لك والو ما نمشيش الا ما ديت ولدي. راه واحد هي سميتها لا يرتاح بها والله. الله يهديه الاب ديالو طلبنا فيزا هنا 60 واحد والو باش طلبوا باش الله يهديه ما خو علينا وصافي. قال لك تندي معايا الجوج ديالو شكون غيعطيه الطرف راس الخيط بانه ولدو تما ما كاينش ما كاينش. وراه كان شي مسؤول دابا لاباس عليه ولا ولد شي وزير ولا ولد شي دابا ما تيهضروا على حقوق الانسان. كان شي مسؤول ولا شي كونونير ولا شي جينيرال ولا ولد الجبد ولكن ولد واحد الدرويش هو تشوف فيه ديري الله. هاد الكلمه استشهاد هاد الكلمه عبد الله ركني ديال الفن ركني ديال الفن وقت نهار الحد كان جا هنا يخدم وقبل جا هنا للبحر مع الثلاثة جا هنا يدورو وطلع فوق هذيك الحجرة جا كان يخلي لك طفي بزروق لي قالوا هي الضرب الموجة طيحاته ما جاو المسؤولين ما جاو تنهار الاثنين دلهن تنهار الاثنين نهار الحد مع الثلاثة تنهار الاثنين هذا جاو دابا جاو ما داروا والو جاو هنايا بطوم جاو هذوك تخربون بيا لا جندر ما جاوش ما داروا حتى حاجه والو شي ما داروا ما قلبوا ما شافوا ما دخلوا ما والو جاو ضلوا هنا نهار اثنين ومشاو في حالهم جاو مع الصباح ضلوا حتى العشيه وزادوا في حالاتهم هاي هو قيل لي ما دخلوا لا بحر لا بحرات الناس اللي كتمشي هنايا وتجي دوك اللي ما عارفين ولا هما اللي كيبريو خرجتوا هاد الجاكيطة ديالو اليوم البلاصة اللي غرق فيها هي هاديك راه خرج منها وخرجت هي هنايا عيطنا عيطوا عليهم عيطوا على الجندار جاو هنا ما جاوش ما جا تا واحد ما جا قال لي جا يبري ولا يشوف ولا يقلب يطالع بينا ما كاين انا برك انا دابا شي 40 خلق ولا 50 خلق كضلنا في هذا قر البحر في الشتاء وفي السمر وهذا الشيء 5 ايام وحنا دابا هنايا ولا 6 ايام هي احنا ضلي هنا في الشتاء وفي البرد ما كاين شي واحد يطالع بينا ولا كان يقول لك دابا فين الحقوق تاع الاسلام فينا هكا يقول لك الحقوق فينا الحقوق احنا هنا دابا كون كان شي واحد تاجر كره الطيار تبري عليه وحنا دابا الدراويش هنا ما قلبنا 40 خلق شي 60 خلق هنا الظل هنا مشاو كرا في هاد الشتا وفي السمر وفي البرد واش هذا هو حقوق الانسان الطلب ديالنا خاصهم يجيو يطالعوا بينا يشوفوا لنا الدري فين شده شوف الدري دابا واحد هنايا واش حاصل هنا ولا الدهر دابا هنا خاصهم يجيو يقلبوا لنا هنا يشوفوا لنا هنا فهاد الشناقر هنا يا الشاد هنا دابا هنايا باركين هنا دابا من داربة الصخر رحامنا
دابا نجيو اجبد تايزقى البحر، البحر كايزقى وما كيجيوش ما وقت كايزقى البحر، البحر بغينا حنا نوقحوه. السلام عليكم، كنبغي نوصل واحد الرساله للناس المسؤولين، وهذا يعني هذا ماشي هو اول غريق ولا بصفتي ابن المنطقه، ماشي اول غريق ولا ثاني غريق، نقدر نقولوا انه واحد من بين العشرات اللي ضاعوا في هذا المكان هنايا. والغريب في الامر ان يعني السلطه ما كاين حتى شي علامات ديال التشوير كتشير مثلا الخطوره المكان ولا شي حاجه. هاد الناس جاو من بلاد بعيده، راه الناس راه يوميا راه كاين واحد 60 ولا 70 واحد يوميا هنايا، والناس الصراحه راش غادي نقول لك، لقاو الناس هنايا في الدوار هنا هما اللي كيباتوا في الجامع وهذا، والصراحه اش غادي نقول كيجيو يطيبوا بزاف ديال يعني الناس مكرفسين ماذا بهم. فالاب ديالو هو كيعاني واحد المعاناه، يعني اب مكلوم وما كيحسوا براسهم هما دابا هنا انهم بوحدهم هنايا، ما كاينش اللي كيجيو من المساكن يتسناو. اليوم بانت لهم بشره انه ديال واحد الجاكيطه ديالو صافي، زادوا تشبتوا انهم خاصهم يمشيو غير ملي مداو معاهم الابن ديالهم. ما عرفتش يعني كل عام مؤخرا غير في رمضان اللي فات تفقدنا واحد الشخص ثاني في هذه البلاصه، وكل عام يعني هنا. والغريب في الامر ما كاينش حتى شي علامات ديال كتشير على انه راه المكان خطير ولا هذا ولا سميتو عليه. الوقايه المدنيه جاو داك النهار ما داروا حتى شي مجهود، بقاو هنا يعني ديبلاسين النهار خارجين هنا على اساس انه راه زعما كاين، وما باقي ما كاين والو. السلطه الحاجه الوحيده اللي يمكن تحسب السلطه هو انه جابت خزانه مثلا خلاتها، هذه الحاجه اللي يمكن خزانه باش الناس يعني ما جابوش حتى الماء المسيتيرنا الناس، وهذا ما جابوش حتى الماء ما كاينش، جابوا خزانه. ايوا لا اله الا الله، هذا ما كان هذا الشيء اللي كاين، الله يرزق اهل ديالو الصبر والسلوان، هذا ما كان.